Father, we thank you for the shakings that we're يا رب أشكرك من أجل كل يا رب إنك بتهدم كل حاجة مش منك في حياتنا وفي بلادنا. يا رب إحنا جايين نقف في اصطفاف معاك ونسأل يا رب أن نأخذ مكاننا وإنه نضع يا رب تجنة من أجل كل أمر أنت بتقيمه. أشكرك لأنك يا رب روحك على الأرض بترفها على الأرض، ونريد يا رب أن نكون مستعدين لمكان سكنك. نريد يا رب أن نرحب بيك ونسمع اللي أنت بتقوله لجسدك، وإن إحنا ما نكونش مجرد ناس برد فعل، لكن نكون ناس بتشرع، نكون إكليسية وكنيسة بتشرع أمور الملكوت في الأرض، لكي نرى يا رب، لكي نرى السماء بتخترق الأرض في الوقت ده وفي جيلنا ده. أشكرك يا رب على كل ما تصنعه، ونأتي يا رب ونخضع لصوتك، ونخضع يا رب لقيادتك، ونسأل إنه لتأتي ملكوتك يا رب.